سلام يا ابويا، انا مريت باكتئاب لمده سنين وجربت اتعالج عند كذا دكتور، وبقى لي حوالي سنتين قربت من ربنا والكنيسه والحمد لله خفيت الى حد كبير نشكر ربنا. سؤالي هو شك ان تصرفات واحد من الدكاتره اللي كنت بتعالج عندهم ما كانتش مظبوطه. المشكله انه شكله انسان روحاني. بسؤال الدكتور اللي بعده لما حكيت له قال لي ده تحرش 100%، وطبعا ما قلتش على اسمه لانه خفت على سمعته. انا ضميري مش مرتاح وخايف يكون متحرش فعلا ويأذي بنات غيري، وفي نفس الوقت انا مش مؤكده لانها كانت تصرفات فظيعه. انا كده سؤالي خلص، لو قدسك مش عايز تكمل عشان الوقت، لكن انا في الفقره اللي جايه هتكلم عن المواقف اللي عملها. الموقف الاولاني انا هقولهم من باب الاستفاده، يعني كان عندي اضطراب ما بعد الصدمه فطلب مني احكي له الحدث، يعني اتعرضت لموقف ما قدرتش اتعامل معاه، فرحت الدكتور النفسي ده قال احكي لي، بس طلب مني ان طول الوقت افضل ماسكه ايده. مره بكيت فطلب مناديل من الممرضه وخرج من المكتب ووقف قدامي قريب مني قوي، لما جت الممرضه رجع لورا كانه اتخض لما الممرضه دخلت، وده خلاني الاحظ انه كان قريب مني قوي. مره قال لي انه بيعجبني قوي الاوتفيت بتاعك، ممكن تقومي توريني لابسه ايه النهارده؟ الاوتفيت يعني اللي هو اللبس، يعني اللي كان ايامنا بنسموه الطقم، وريني الطقم اللي ده. بس الدنيا اتغيرت قوي قوي. ومره برضه طلب مني اقف علشان يشوف الجمله اللي مكتوبه على التيشيرت. مره كنت عندي فكره الانتحار مسيطر عليا، فبعد جلسه راح طلب مني اجي ومسك ايدي وبسها، وقال لي ان شاء الله اشوفك المره الجايه، وقال لي على فكره البوسه دي اللي ببوسها لبناتي، اوعي تشكي في حاجه، انا عايزه اسمع من قدسك لو شايف انه عادي وصح ولا زيادة شوية ولا غلط، ولو اتكلمت المفروض أقول لمين. مرسي يا أبونا، ما علينا. أوكي، بالنسبة للكونسلرز والأطباء النفسيين عندهم حاجة اسمها البروفيشنال كود. يعني إيه بروفيشنال كود؟ يعني لما تكون في مريضة يقول لها أنا هشوفك يوم الثلاث، لكن ما يمشعش يوم الخميس يتصل بيها يقول لها ها طمنينا اخبارك ايه، الدواء اثر ولا ما اثرش. لا، انت كده خرجت بره الكود، لانها ممكن تتعلق بيك. نمره 2، التلامس الجسدي ممنوع تماما تماما. ليه؟ لان هو حتى بيجازف بسمعته. يعني احنا هنفترض ان هو بيعملها بابوه، لا الحقيقه حتى لو بابوه انا ما عملتش كده، لان مش في دي حته يسموها جري. عارفين يعني ايه جري؟ يعني ما تزنقوا يقول لك انا بابا، ما تزنقوش يدوس فيها ويزودها. يعني مره ماسك ايه ده، بعد كده هيطبطب، بعد كده هيحضنها نص حضنه، بعد كده هيحضنها حضنه، وبعدين تقول ايه يا دكتور انت بنتي، مش احنا اتفقنا احنا ايه، انا بابا يا حبيبتي. ايه بابا دي؟ ايه بابا دي؟ فدي حتة بره الكود. أنا هفترض إنه عمل كل ده بحسن نية، وبتقول إنه هو خادم وخادم كبير وأبوته مشهورة للناس كتير، حتى لو عمل كده بأبوة لا غلط. لأن حتى لو أنا أب وعودتك إن أنا طبطب عليكي كل شوية، أنت هتحس إن ده المعدل اللي أنت محتاجاه مني. لو أنا قللت بعد كده هتقولي الدكتور اتغير من ناحيتي او ابونا اتغير من ناحيتي. فمن الاول مفيش تلامس جسدي مهما كانت درجه الابوه، بمنتهى التعفف من بعيد لبعيد. اوقات التلامس الجسدي بيبقى احتياج من ناس طاهره وناس نقيه، ما بقولش ان يعني حاجه وحشه، بس برضه ما يتعملش. ليه؟ انا ما اعرفش الشيطان ممكن يستثمر هذه اللمسة بعد قد إيه؟ أنا عندي آية بتقول طرحت كاثرين وكل قتلاها أقوياء، طرحت كاثرين جرحى وكل قتلها أقوياء. أنا ما أعرفش داود النبي اللي أنا بصلي المزامير بتاعته زنى، يبقى أنا خلي بالي، والبنت العفيفة ما تسمعش بأي حد.
يعني مثلا يعني اعملي ايدك كده، اروح مسك ايدك الله، ما لا ما انا مش همسك، انا قاعده اقول ايه، قاعده اقول ايه بابا مش بابا. بصي بصي، يعني مثلا اروح ماسك ايدك، ماسك صوابعك كده، الله حلو قوي الخاتم ده يا، وافضل مدايس على صوابع، ليه 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 يعني ليه ليه بابا؟ لا مش بابا ولا حاجة، ما فهمش أنا الكلام ده. لا يا بنتي، هو خارج برا الكود، واللي عمله ده مش صح، وأي تلامس جسدي حتى مع الأطباء النفسيين في أمريكا ممكن ترفع عليه قضية وتسحب منه الرخصة ويخش السجن. بصرف النظر عن الدافع، إحنا دي منطقة جري، أنا مش هخش جوه ضمير بميزان الضمير وأقول له أنت ضميرك أبوة ولا ضميرك مش أبوة، فمن الأول الباب يتقفل. لكن أنا ما أقدرش برضو أحكم عليه عشان أنا مش عارف الدافع بتاعه، لكن غلط كتصرف كسر كود المهنة، هذا تصرف كسر كود المهنة.